الجماهير الفلسطينية تركت المدرج ونزلت إلى أرضية الملعب هي العنجهية الإسرائيلية التي لا تتوقف أبدا. بكل تأكيد النيران الإسرائيلية، جبهات الاحتلال الإسرائيلي حوطت السيد الشهيد فيصل الحسيني وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. والآن نحن كما نشاهد يعني الحفلات هذه المباراة الكبيرة التي تكون مغلفة بفلسطيني نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات.